أطلقت وزارة الداخلية مؤخراً ممثلة بالمديرية العامة للسجون الإصدار الثاني من خدمة فرجت على منصة أبشر، واستفاد 280 شخصاً من الخدمة الخاصة بسداد ديون المحكومين بقضايا مالية، وذلك بعد سداد أكثر من 2,800,000 ريال منذ إطلاق النسخة الثانية للخدمة بتاريخ 14 من رمضان. وأوضحت المديرية أن عدد المستفيدين بلغ 269 مستفيداً حتى أو في حين استفاد 11 مقيماً من هذه الخدمة بعد سداد المتبرعين لهم. للحديث أكثر يلتحق بنا مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالمديرية العامة للسجون المقدم الدكتور بندر الخرمي. دكتور أهلا بك معنا، يعني بداية ما الفرق بين الإصدار الأول والثاني لفرجت؟ أهلا وسهلا، أول شيء مساء الخير، تحية طيبة لكم وللمشاهدين الكرام، وشكرا على إتاحة الفرصة للحديث عن فرجت. طبعا الإصدار الثاني من خدمة فرجت تم إضافة بعض التعديلات والتحسينات عليه. تشمل هذه التعديلات أولا ترتيب المحكومين على ساحة الأرض بحسب الأولوية أو الأكثر حاجة منهم للتبرع، وذلك بالاعتماد على عدد من المعايير مثل العمر ومدة الحكم، كذلك المبلغ المتبقي والحال المبلغ المتبقي للمحكوم والحالة الاجتماعية. الميزة الأخرى اللي أضيفت للإصدار الجديد أن المتبرع يستطيع البحث أيضا في عن المحكومين في القضايا المالية وفقا لمعاييره الخاصة، يعني غير المعايير التراتبية التي يضعها النظام. أيضا النظام الجديد حرص على إدراج جميع المحكومين في قضايا مالية الذي لديهم أكثر من فاتورة، كان الإصدار القديم مقصور فقط على فاتورة واحدة، أما الإصدار الحديث فهناك أكثر من فاتورة للمحكوم يستطيع الاستفادة من خدمة فرجت. كيف؟ بمعنى أنه في الماضي كان إذا المحكوم لديه فاتورة واحدة فقط ممكن السداد عنها، الفواتير الأخرى تستثنى. النظام الجديد أتاح الفرصة للمحكوم الذي لديه أكثر من فاتورة وأكثر من مطالبة مالية أن يدرج ضمن المستفيدين من خدمة فرجت. وما هي الطريقة للتأكد من صحة هذه الفواتير؟ للأمانة احنا تصنف باستمرار أسئلة يعني مشابهة لمسألة التأكد من صحة الفواتير، لأن للأسف يعني نتيجة نجاح خدمة فرجت يعني ظهر هناك من يحاول استغلال الخدمة واستعطاف الناس بفواتير لا تندرج أو تنطبق عليها شروط خدمة فرجت. ولذلك نهب بالجميع المواطنين والمقيمين التوجه للطريقة الصحيحة للتأكد من خدمة من صح حقية الفاتورة بخدمة فرجت. يتم ذلك من خلال خدمة فرجت الموجودة على نظام أبشر، حيث أن النظام جميع الفواتير المدرجة في النظام هي فواتير صحيحة، هذا واحد. اثنين، لو تحصل أي شخص متبرع على فاتورة من شخص آخر بإمكانه من خلال خدمة التحقق الموجودة في نظام أبشر إدراك ومعرفة والتأكد من صحة انضمام الفاتورة لفرجت. الطريقة الثانية يتمثل في أن هناك وجود نظام يسمى أو نظام ناجز المرتبط بوزارة العدل، يستطيع المتبرع إدخال رقم الفاتورة داخل هذا النظام، ومجرد إدخال الرقم داخل النظام يتبين معه أن الفاتورة تنطبق عليها الشروط فرجت أم لا. طيب هل هناك تطبيق لفرجت؟ لأن هناك يعني مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. بالضبط. طبعا في الفترة الماضية تم رصد تطبيق مزور باسم فرجت على متجر جوجل بلاي، طبعا تتم إدارته من خارج المملكة. المديرية العامة للسجون اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لحذفه من المتجر ومحاسبة من قام بذلك وضمان عدم تكراره لاحقا بإذن الله. ونؤكد في هذا السياق أنه لا يوجد فواتير رسمية إلا المتوفرة أو الفواتير الصحيحة المتوفرة على منصة أبشر، خدمة فرجت الموجودة على نظام أبشر هي المنصة الحقيقية والرسمية المتعلقة بالفواتير للمستفيدين من هذه الخدمة، ولذلك نهيب بالجميع أخذ هذه المعلومات من خلال منصة أبشر. حتى هذا اليوم كيف رصدتم تفاعل الجمهور مع هذه الخدمة؟ والله هناك تفاعل الحمد لله كبير وعالي جدا، لأنه وهذا طبعا يؤكد على الإنسانية المتأصلة في أبناء مقيمي هذا الشعب هذا البلد الكريم. طبعا الخدمة لقت نجاح كبير منذ إصدار العدل الأول حتى اللحظة، والدليل أن عدد
المبالغ التي تم إيداعها في خدمة فورجة تجاوزت الـ 82 مليون ريال، واستفاد منها تقريبا أكثر من 1300 محكوم ومحكومة في القضايا المالية. وبالتالي هذا يؤكد على نجاح وتفاعل الناس الإيجابي مع هذه الخدمة. شكراً. المميزة. أشكرك جزيلا عبر الهاتف مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالمديرية العامة للسجون المقدم الدكتور بندر الخرمي.